طبعًا. فطبعا هيبقى صعب. طيب ايه النصيحة في النهاية كده اللي ممكن نقولها للي سمعناهم بيتكلموا انه انا خايف ومش هودي لانه هي احنا لازم لازم هنتجاوز ومش هنتجاوز من غير ما نواجه طبعا، ولازم المسألة يبقى فيها شيء من المخاطرة، جزء من التعليم إلكتروني وجزء من التعليم بالحضور طبعا، والفترة الزمنية بتبقى فيه كم يوم يعني. فإحنا إيه النصيحة اللي تطمن الأهالي وتخليهم مفاهمين إنه لو عملت إجراءاتك الاحترازية ولادك هيكونوا في أمان وإنت هتكون في أمان؟ أولا طبعا زي ما حضرتك قلتي إحنا ما نقدرش نستخبى في البيت طول الوقت، وما نقدرش ان احنا ما نمارسش نشاطاتنا اللي احنا نعلم ولادنا ونشتغل، لانه الحياه مش هتقف. وده اختبار لسلوكنا ولسلوك الشعب المصري ومدى التزامه بالسلوك الصحيح. هو اختبار يا ننجح فيه يا ما ننجحش فيه. انا بقول للناس كلها زي ما انا قلت لحضرتك، احنا مش هنخاف ومش هنفزع، احنا ولادنا هنعلمهم بطريقه بسيطه وهنشجعهم. وطبعا دور وزاره التربيه والتعليم مهم جدا، انا بعتقد ان مهم جدا يبقى فيه زي كرتون للاطفال، في فيديو الوزاره عملته فعلا، وزاره الصحه عملت فيديو توضيحي للطلبه علشان ازاي قنوات الاطفال الكرتون يبقى فيها، بحيث ان احنا المسج بتاعتنا اللي احنا عايزين نقولها للاطفال هنغسل ايدينا كل شويه، ان احنا نلبس الماسك ونقلعه ازاي، ازاي ان احنا ما نمسكش حاجات غيرنا لانه ده عموما اتيكيت. ان انا ما امسكش قلم غيري، ولسه بقول انه ده ممكن يعودنا على سلوكيات احنا افتقدناها ويبقى سلوكياتنا في اكثر تهذيبا واكثر نظافة وأكثر طبعًا حماية في المطلق بعد كده، بعد كده هتحمينا من أمراض كتيرة جدا. فإحنا في تحدي، إحنا قد التحدي دوت يا ستات مصر، نزلوا ولادكم النظافة، الاهتمام، المراقبة الجيدة ليهم، لو أي حد تعبان نهتم بيه ونغذيه كويس ونقعده في البيت لحد ما يخف، وإن شاء الله هنعدي. على ذكر الغذاء عشان دي آخر حاجة دي مهمة قوي، يأكلوا إيه، يشربوا إيه، يناموا ساعات قد إيه؟ غذاء صحي متوازن. دايما بنقول ان احنا اللي كلكم برضو بتسمعوه، لازم الولاد يبقى فطارهم في نوع من انواع الطاقه والبروتينات، ممكن يبقى بيض، ممكن يبقى ساندويتش في مربى او حلاوه، ممكن يبقى في فاكهه او خضار، خيارايه طماطمايه. الغداء برضو ممكن يبقى يعني التنوع بقى، ممكن يبقى فيه بقوليات. اهم حاجه اهتمامنا في الشتاء، هنهتم جدا بالمشروبات السخنه، نوم كفايه مش اقل من 9 ساعات للاطفال، يبقى نوم بدري اقل من 9 ساعات خطر. رياضه، حاولوا اولادكم تنشطوهم في البيت، خليهم يساعدوكم في البيت. النوم البدري ده شيء مهم، النوم هو نوم الصبح ده مفيد، ده مهم جدا. النوم ان الواحد ينام وش الفجر دي حاجه مفيده للصحه، طيبه جدا، طيبه خطره جدا للنمو وللذكاء وللتركيز ولكل حاجه، عشان الاطفال اتعودت على السهر فتره اللبن. اللبن مهم جدا. في مواد بتساعد على الاسترخاء للطفل، يعني كوبايه لبن دافي بالليل دي مهمه جدا للكبار والصغيرين، يعني الكبار بنقول لهم بقى خدوا زبديه بالليل، الاطفال نقول لهم اشربوا كوبايه لبن كبير. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره غاده نصر، استاذ الصحه العامه وطب المجتمع بكليه طب القصر العيني وعضو اللجنه العليا للفيروسات النفسيه، على وجودك وتشريفك. ان شاء الله يا رب الناس تستمع للنصايح دي وتبقى سنه دراسيه سهله يا رب. ان شاء الله يا رب. الف شكر. فاصل قصير ونستكمل فقرتنا.